مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كعاده اخبار اون تايم، وزي ما احنا متعودين معاكم بيكون لينا جوله كده في الساحه المحليه، كمان بيكون معانا اخبار خاصه عن تصفيات القاره الافريقيه لكاس العالم 2026، كمان الكره العالميه والالعاب الاخرى. كل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس هي اللي بتجمعنا، الرياضه. في البدايه خلونا نبدا حلقتنا باهم وابرز العناوين. صلاح يسعى لاقتناس لقب الهداف التاريخي للتصفيات الأفريقية أمام سيراليون غدا. الغيابات صداع في رأس الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة بطل ليبيا. كهربا يعود لقيادة هجوم الأهلي أمام بطل غانا في ضربة البداية بدوري الأبطال. سباليتي يعترف بصعوبة مباراة أوكرانيا بعد خماسية مقدونيا الشمالية. من أهم وأبرز العناوين نبدأ مع بعض أخبارنا من عند منتخب مصر. لا كلنا بنفرح لما منتخب مصر بيغلب وكلنا بنقول يا رب. الشعب المصري كله بيدعي بيقول يا رب. منتخب مصر ياما فرحنا، نزعل منه شويه لكن بنحبه. اكتر حاجه بتجمعنا كمصريين مباراه المنتخب، وده حاجه اكيده ما فيهاش كلام. كلنا بنقول يا رب، كلنا مع المنتخب. منتخب مصر هو احلى حاجه ليا في الدنيا عشان هو اللي بيفرحنا. نفسنا المنتخب ينام افريقيا ثاني من المغرب. جاي لك يا كوره بلد الرجوله، قلناها اولى انا ينبسط واحب تنادي. تحيا مصر يا مصر، حب في قلبي حالف بربي ارفع بايدي رايح بنادي. ما نقدرش ما نشجعش منتخبنا، ده منتخب بلدي. وقت الماتشات بيبقى فيه خير ورزق للناس كتير، كلنا مع المنتخب. انتوا الحاجه الوحيده اللي بتفرح الشعب المصري. ماتشات المنتخب على القهوه الخير بيزيد. المنتخب ياما فرحنا، نزعل منه شويه بس ما ينفعش ما نشجعوش. كل الناس بتقول يا رب، 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 يا رب. نبدا اخبارنا من منتخب مصر. منتخبنا الوطني اللي بيستعد لمواجهه سيراليون غدا يوم الاحد في الجوله الثانيه من التصفيات الافريقيه مؤهله لكاس العالم 2026. في البدايه كده عايزين نتكلم عن تحديدا نجمنا محمد صلاح، نجم ليفربول ونجم منتخب مصر وواحد من هدافي الدوري الانجليزي، اللي بيستعد بقى كده مع منتخب مصر ليقود هجوم الفراعنه في الجوله الثانيه بتصفيات كاس العالم 2026، وكمان عايز بقى يوصل تحقيق الارقام القياسيه مع منتخب جيل ويسعد المصريين ويقدر يوصل لرقم قياسي جديد. لسه مستمرين في الحديث عن اخبار المنتخب، وخلال الساعات اللي فاتت وجه البرتغالي فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر ثلاث تعليمات مهمين جدا للعيبه. قبل مواجهه سيراليون طلب المدرب البرتغالي بالضغط المبكر على منتخب سيراليون من أجل إحراز هدف في بداية اللقاء حتى نقدر بقى نحقق نتيجتنا اللي احنا عايزينها ونرجع لمصر معانا 3 نقاط ونواصل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. حذر كمان اللاعبين بعدم الحديث عن أزمة الثلاثية المستبعد طارق حامد إمام عاشور وحسين الشحاب بسبب عدم التزامهم بالتعليمات بعد مباراة جيبوتي وخوض تدريبات المستبعدين، وحذر اللاعبين من الانشغال بتلك الأزمة. يعني كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله اللعيبة تركز في تعليمات فيتوريا والجاي يكون أفضل ونحقق فوز يكون مهم جدا بكرة لمنتخبنا الوطني. نروح لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وهنبدأ بقى كده مجموعة مواجهات ونستعرض معاكم الأهداف ونستعرض كل الأهداف، والبداية مع فوز
منتخب ليبيا. إن شاء الله نكمل بنفس الشكل، وبعد كده منتخبنا عنده لقاء قوي جدا بكرة، نقدر نفوز على سيراليون ونكمل بنفس الشكل، وده اللي احنا محتاجينه في التصفيات. وقيمة النهاردة بقى الساعة 3 العصر مباراة جنوب أفريقيا وبنين في منافسات المجموعة الثالثة، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح جنوب أفريقيا. سجل طبعا بيرستا ونجم النجوم النادي الأهلي الهدف الأول في أول تقريبا دقيقتين، وعزز مداو لاعب سان داونز التقدم منتخب جنوب أفريقيا بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وأحرز ستيف مونيه هدف بنين الوحيد في الدقيقة 70. دي كانت أهم الأهداف في الجولة الأولى، حاولنا نجمعها كلها لحضراتكم. لسه مكملين مع التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم، واللي بتختتم بقى الجولة الأولى النهاردة، وتقام حاليا مباراة النيجر وتنزانيا في منافسات المجموعة الخامسة، وتكون مواجهة السنغال وجنوب السودان في منافسات المجموعة الثانية، آخر مباريات الجولة الأولى بالتصفيات الأفريقية مؤهلة إلى المونديال، وتنطلق الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا لقاءات قوية جدا، ولكن يهمنا في الآخر المنتخب مصر هو اللي يظهر بأفضل شكل، ناخد الست نقاط من أول ماتشين، عملنا نص مهمة، خدنا أول ثلاث نقاط، إن شاء الله ناخد ثلاث نقاط من ماتش سيراليون، ويكون الماتشين دول بروفا لينا على بطولة أفريقيا في شهر يناير. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين معاكم في اخبار اون تايم، وكمان دلوقتي معانا اهداف، ثلاث اهداف مهمين بقى لجنوب افريقيا وبنين. اللقاء اللي لسه منتهي من دقائق، بيرستاو تقدم في الدقيقه الثانيه لجنوب افريقيا زي ما احنا شايفين، ثم مداوي يسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضايع للشوط الاول، في الشوط الثاني مونيه بيقلص الفارق بهدف بنين الوحيد في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بفوز جنوب أفريقيا 2-1. بعد ما تابعنا أهم اللقطات، زي ما أنتم عارفين كل لقطات تصفيات كأس طبعا أفريقيا لكأس العالم 2026 موجودة معانا في أون تايم سبورتس، عشان كده لازم تكون موجودة معانا. لقطات مهمة جدا، أهداف مهمة جدا، تخلينا نعرف المنتخبات الأفريقية اللي هتكون منافسين لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا في شهر يناير. خلونا دلوقتي بعد ما طمنا على تصفيات القارة السمراء نروح لأخبارنا المحلية. سليف والتصويب والهدف، جول بعرضية الاستلام والهدف، مش ممكن يصدها، يتألق يتألق، عرضية ساحرة ولكن الاستلام يا سيدة، الاستلام هو كل الجمال، هو 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 مش أنا ولد، مميز مميز مميز، لسه بقول لحضراتكم مميز. نبدأ أخبارنا المحلية من القلعة البيضاء من نادي الزمالك، والبداية من تدريب النهاردة مع كابتن معتمد جمال القائم بأعمال مدير الفني لنادي الزمالك. عمل النهاردة جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، اتكلم معاهم ان هم لازم يركزوا الفتره اللي جايه، تحديدا في لقاء ابو سليم الليبي طبعا في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. طلب من اللاعبين يواصلوا التركيز بشكل كبير جدا في الفتره القادمه من اجل استعداد بقى الزمالك ويرجع الزمالك تانية منصات التتويج الافريقيه. بدا يشتغل هو كابتن احمد مجدي مدرب مساعد على شرح بعض الافكار والامور الخاصه ببرنامج التدريب الموضوع لتنفيذه في الايام القادمه. كمان بيسابق كابتن معتمد جمال الزمن لحل ثلاث ازمات فنيه بالنسبه له بيعاني منها في مواجهه ابو سليم، وبيدرس كابتن معتمد جمال الدفع بقى ببعض اللاعبين وازاي يبدا يشوف اللعيبه اللي مش موجوده عنده لعيبه عندها اصابات
في استبعاد فني، في استبعاد حسب قرارات تربوية من الإدارة. وعلى رأس الأماكن دي طبعا في الملعب هجوم ودفاع وظهير أيسر وحراسة مرمى، فبيجهز بعض اللاعبين زي ناصر منسي والبنيني سامسون أكنيولا لقيادة هجوم نادي الزمالك في لقاء أبو سليم، كمان بعد ما تأكد من غياب التونسي سيف الدين الجزيري علشان عنده إصابة، كمان بيجهز حاتم سكر ومحمد عبد الشافي للجبهة اليسرى بعد معاناة بقى عبد الله جمعة من الإصابة وإيقاف أحمد فتوح. وبعيدا بقى عن مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي، بينتظر مسؤول نادي الزمالك الرد من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشأن الموافقة على العرض اللي قدمه نادي الزمالك ليه في الجلسة اللي كانوا قاعدين معاه. كان في الأول عرض الرجل رفضه، قدموا عرض تاني يكون في زي جدولة أو يكون في تظبيط للأمور المالية أو للحاجات أو الشرط الجزائي اللي المفروض ياخده، لكن الراجل حتى الآن ما ردش، ولكن هو حسب الكلام اللي عنده رفضه العرض الأولاني بنسبة كبيرة ممكن يرفض، ولكن نتمنى يوافق علشان الزمالك يبدأ يحل بعض الأزمات. الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال قام بتصعيد الثنائي هشام فؤاد ومحمد إبراهيم لعيبة 2005 لمشاركة في التدريبات الجماعية. نادي الزمالك بدأ يبص للألماظ اللي موجودة عنده في الناشئين بتوعه، يعني اللعيب الأول بيلعب قلب دفاع، محمد إبراهيم بيلعب ظهير أيمن، الاثنين مفروض من اللعيبة المميزة داخل نادي الزمالك، كل التوفيق ليهم الفترة القادمة. من أخبار نادي الزمالك نروح لأخبار النادي الأهلي، حيث يعود كهربا بقى لقيادة هجوم النادي الأهلي بداية كده من مباراة مدياما الغانية مقرر ليها 25 نوفمبر الجاري من دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لكهربا في 5 لقاءات محلية في طبعا بطولة دوري نايل بسبب الإيقاف، ويتبقى لي مباراة محلية سادسة قبل انتهاء إيقافه. يعد كهربا أحد أهم أسلحة مارسيل كولر الفترة الحالية طبعا بعد تأخر أو تراجع لياقة الفرنسي مودست وتراجع مستوى صلاح محسن، عشان كده بيفرض كهربا نفسه على قيادة هجوم النادي الأهلي. يعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في مباراة دوري نايل بدء مباراة زد بعد انقضاء العقوبة موقعة عليه من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 6 مباريات في مسابقة الدوري. على صعيد بقى لعيبة مصابين داخل النادي الأهلي، أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي داخل النادي الأهلي بيعمل إعداد تقرير مفصل لحالة اللعيبة المصابين تمهيدا بقى أن يبعت يسلم الملف ده لمارسيل كولر. تضم قائمة المصابين كل من عمرو السلية ومتولي وعلي معلول ورضا سليم وأكرم توفيق. طبعا اللعيبة دي مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، ونادي الأهلي آخر لقاء لي كان تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة اللي أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل. واستاد الأهلي حملة الدفاع بقى عن لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي، لقب اللي قدر يفوز بيه الأهلي على حساب الوداد المغربي، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في المشوار الجديد اللي هيبدأ باستضافة ميدياما في الدوري أبطال أفريقيا. كمان بقى على صعيد التدعيمات والصفقات الجديدة، منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إدارة النادي الأهلي الضوء الأخضر للتفاوض مع يحيى عطية الله نجم الوداد المغربي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ده تحت عنوان مدرب الأهلي يمنح الضوء الأخضر للتعاقب مع نجم الوداد المغربي. ده اللي قالته بالظبط صحيفة لوسبورت 360 المغربية. أعطى مارسيل كولر مدرب الأهلي الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي المغربي يحيى عطية الله. أضافت الصحيفة مارسيل كولر وافق على التعاقد مع الظهير الأيسر للوداد ومنتخب المغرب، مبينا أن المدرب السويسري أبدأ إعجابه بإمكانيات اللاعب، وذلك على الرغم من صعوبة تفريط الوداد للاعب لصالح النادي الأهلي. بكده تكون خلصت فقرتنا المحلية، نروح لفقرتنا العالمية.
البدايه مع منتخب استراليا اللي هيكون ضيف على منتخب فلسطين مساء يوم الثلاث اللي جاي في الكويت، ومواجهه تكون في اطار منافسات الجوله الثانيه من التصفيات الاسيويه المزدوجه المؤهله لكاس عالم 2026 وكاس امم اسيا 2027. وقرر لاعبو منتخب استراليا التبرع للجهود الانسانيه في قطاع غزه، كمان هيكون في تبرع من اتحاد الكره الاسترالي لتوفير الاحتياجات الانسانيه في غزه. المنتخب الاسترالي كان بدا المرحله دي من التصفيات بفوز كبير على بنجلاديش بنتيجه 7-0، وقال جراهام ارنولد مدرب استراليا قبل مواجهه فلسطين في الجوله الثانيه انهم متعاطفين جدا مع الضحايا في غزه، ولكن تظل مواجهه منتخب فلسطين مباراه كره قدم، ومنتخب استراليا هيخوض المواجهه لتحقيق نتيجه ايجابيه. طبعا المنتخب الفلسطيني بدا مرحله التصفيات الاسيويه الحاليه بالتعادل السلبي مع منتخب لبنان، وبيخوض المنتخب الفلسطيني مباريات التصفيات بدوله الكويت بعد ما رفض الاتحاد الاسيوي استضافه الجزائر للمواجهات لانها خارج القاره الاسيويه. ربنا يحفظ منتخب فلسطين واكيد اخواتنا في غزه. نروح لمنتخب ايطاليا اللي حقق فوز غالي جدا في تصفيات مؤهله الى يورو 20 في يورو 2024 على حساب مقدونيا الشماليه بنتيجه 5-2. الفوز ده خلى منتخب الايطالي يحتل المركز الثاني بالمجموعه الثالثه بعد منتخب انجلترا اللي ضمن التاهل لكاس الامم الاوروبيه، لكن منتخب ايطاليا بتساوى في النقاط مع اوكرانيا ولكل منتخب 13 نقطه. وبكده بعد بكره هتقام مباراه الجوله الاخيره بين اوكرانيا وايطاليا، وتفوق المنتخب الإيطالي بالمواجهات المباشرة وكمان بفارق الأهداف عن منتخب أوكرانيا. أكيد هيكون نازلين بتركيز كبير جدا. تعالوا نشوف سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا قال إيه عن الفوز الغالي ده. التاريخ الحديث ضد مقدونيا الشمالية يقول إننا واجهنا صعوبات أمامهم، لكن الأمور كانت أسهل في المواجهة التي حققنا فيها انتصارا كبيرا. لقد كانت الصدفة الجميلة أننا عشنا حالة من الفوضى بعض الشيء في وقت معين بالشوط الثاني، وهذه هي اللحظة التي أردت رؤيتها، لأننا تحت الضغط شعرنا بالخوف من استقبال هدف آخر، وفي تلك اللحظة تحكمنا في الأمور لكي نحول كل شيء لصالحنا ونفعل كل ما يتعين علينا القيام به مرة أخرى. من يتأهل لبطولة أوروبا بين إيطاليا وأوكرانيا؟ بكل تأكيد من يحقق الفوز في المباراة سيتأهل. يتعين علينا خوض المباراة التي لن تكون سهلة على الإطلاق، وعلينا تحقيق نتيجة تؤمن تأهلنا إلى كأس أمم أوروبا. كده تكون خلصت أخبارنا وخلصت حلقتنا. شكرا لحضراتكم، شكرا لكل فريق العمل، سلام.